السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نجم، يعني صاعد نجم أنتوف هذا، وين يواصل التألق مع المنتخب الجزائري الإيديسات. والله العظيم على بالك بلي كان قادر، على بالك كيما نقولوا حنا أوغندا ولا تنزانيا يلعبها نورمال، يلعبها نورمال. والله برك انا والله تلعبها نورمال خويا، اماك لعاب انت او لعاب اي انتيليجون، انتيليجون لعاب انتيليجون. الله يبارك عليه ما شاء الله. حنا ما لناش نخدموا باسمه، انا والله ما نخدم باسمه، ما بغيتش نهضر على واحد كيما هكا خاطش عليه راهم غيو انتوف انتوف انتوف. غادي يجيبوها فيه، الله يجعل ما يجيبوهاش كيما يجيبوها في اللعابه الاخرين. الله يجعل ما الله يجعل يقعد كيما هاك نساوها بخير. عجبني واحد البارح في الصباح على السطاتي قال لهم نساوها، ساعدوني نساوها، قال لهم خا ما تبليسوه. والله العظيم لعاب هذا انتيليجون، ودعمي ذكي 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 جدا، لعاب كبير. وينصب مسلم انتوب يعني نفسه رجل يعني لمواجهه المنتخب الوطني ونظيره الصومالي عندما سجل ثنائيه في الدقيقة 22 وال 51 من المباراة، مانحا 3 نقاط مهمة للخوض في بداية المنافسة، حيث تألق بشكل لافت وكان سم القاتل في الدفاع الضيوف، مؤكد رغبته الشديدة في تقديم مستويات كبيرة. ولما لا الإحراز اللقب الهدف يعني لقب إحراز لقب يعني هدف الهدف الكار وقيادة المنتخب لمنصة التتويج وكذلك التأهل إلى المونديال فئة أقل من 17 سنة. لعاب هذا الأقل كان نورمال، الناس لعبت واحد قال لي لا صغير عنده 17 عام، يا ودي 17 عام الناس لعبت كوب دي موندا، كأس العالم، الناس لعبت كأس العالم شي أمام النيجر، الناس لعبت كوب دي موند، لعبوا دومي فينال، لعبوا كاردو فينال، لعبوا كوب دي موند، كأس العالم. لعاب كيما هذا رجال هذاك بلال الخموس هذاك يعني لعب كونت البرازيل 90 دقيقة كونت البرازيل بحدو عنده 17 عام قريب 18 عام زي 2004 زي 2004 2005 2005. شوف انا عجبني التحركات تاعو قراءة اللعب، شفت من ديفونسور جاب يردها تاع الصومال جاب يردها للكارديا تاعه، يعني شفت كي تخطفها له ولا اش غادي نقول لكم. حنا لعابه ذا عندنا لعابه عندنا لعابه، لكن يعني المصالح الشخصيه والعامل لمصلحه لمصالحهم الشخصيه فقط. يعني كيفاش انت كيفاش كاين واحد اللاعبين تيفرضوا عليهم يكون عندهم دي ماناجير، الناس يتصفق عليه على بالك، والله راهم يصفقوا عليه، راهم يصفقوا عليه. قال الاخرى وكاله 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 تاع لا سويس، كاين 3 وكالات هما اليوم هالكين فئه شبانيه، كاين 3 وكالات هلكم فئات شبانيه، كاين وكاله تاع لا سويس، وكاله تاع قطر، وكاله اللي جايه في باري، والله لا هلكوهم انا نقولها لكم. وكان المنتخب الجزائري قد استهل منتخب يعني وين ونستاهل المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة البطولة أمم إفريقيا 2023 والتي انطلقت أمس بفوز يعني مستحق ب 2-0 على المنتخب الصومال على الملعب يعني براقي بثنائية المتألق مسلم أنتوف ليحقق الخط خطوة كبيرة للتأهل إلى الدور المقبل. وشهد الدقائق الأولى من الشوط الأول سيطرة طفيفة للمنتخب الوطني، وكانت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 16 لكرة من وسط الميدان تصل إلى ستيوي شاهين الذي يروض ويسدد بقوة من خارج المنطقة، لكن الكرة تجنب القائم الأيسر، وفي الدقيقة 22 خطف يعني خطأ فادح من عبد الله عبدلو مدافع الأيمن لمنتخب الصومال الذي أرجع الكرة لحارسه المهاجم الجزائري مسلم أنتوف، يخرج كالسهم ويخطف الكرة ويراوغ الحارس عبد القادر علي ويسجل الهدف الأول. وكانت أخطر لقطة من المنتخب الصومال في المواجهة عند الدقيقة 31 بعد يعني التبادل الكروي بين اللاعبين في وسط الميدان، تصل الكرة
إلى عبد الرحمن أحمد عبد الله الذي حاول مباغدة الحارس الجزائري ماتيس حميس. يعني جينا عند هذا الحارس، يعني حارس هذا حارس بمعنى الكلمة، هذا حارس لا يعطي الصحة. حميس منذ نهائيات كأس العرب وهو يؤكد أنه حارس يملك إمكانيات كبيرة، تصديات رائعة وردة فعل أروع، يعني الأخرى الريفلكس اللي عنده يجيد اللعب بقدمين ويساعد الدفاع في بناء والتخفيف الضغط المنافس. خرجته مدروسة ويملك شخصية قوية تمكنه من قيادة زملائه في الخط الخلفي وإعطائهم تعليمات. حارس في السن 17 عام لا يزال لديه يعني هامش كبير للتطور والتعلم أكثر، بما أنه لاعب محترف وينشط في الدوري الكندي فلا خوف عليه. نقطة أخرى شهدنا فيها وهو يعني ترديده لنشيد الوطني الجزائري، وكأنه يعني كبر بيننا. يعني شوف كيفاش حارس يعني في المستوى حارس لي يتكون في كندا، يعني الحمد لله يا ربي عندنا لاعبين. شوف كيفاش كويبوا لاعبين كاين، سبحان الله، الله يجعل ما يدوهمش هذو، ما يدوهمش يريو عليهم، الله يجعل يعطوهم يخلوهم كيما هذا صورتو. هذا انتوف، هذا كارثه، هذا غازل تعقلوا. كان شي بن وعديه يقول لهم غازل الصحراء على تاج بن صوله بن صحاوله، والله العظيم لا غازل الصحراء، هذا هو غازل الصحراء. تكين طلقوا يقرا يقرا يقرا، يعني قرا اللعاب اللي بيردها لصاحبه. والبنت الزاوج من الكورنر كيفاش نقرها؟ غير فماك غير فماك. في 34 في العمق من وسط الميدان تصل الى بن عبد القادر على الجهه اليسرى، والذي اختار شوف وين الحارس حميش هذا وين انقذ المرمى تاعو في الدقيقه 31، يعني وين خرج يعني هدف تعادل الصومال يعني بكل روعه. تفطن تفطن الحارس، كي نقولوا بلي حارس هذا متكون في كندا، شوف بونو متكون بينك تكون في كندا، كان في كندا شوف كيفاش. المهم وين 34 تمريره في العمق، يعني وين نقولوا في يعني واو، قلت لك 34 تمريره في الدقيقه 34 تمريره في العمق من وسط الميدان تصل الى بن عبد القادر على الجهه اليسرى، الذي اخترق الدفاع المنافس ويسدد على الشكل توزيعه، لكن الحارس الصومالي عبد القادر عالي في المكان المناسب. وفي الدقيقه 44 شاهين شتيوي يعني في اخطر يعني لقطه، يعني وين تشوف اللعابه هذو والله لا اللعابه يعني يطبقوا يلعبوا لعب شباب على بالك، البوله محطوطه خطط يعني مدروسه. ان شاء الله بربي يقعدوا كيما ويزيدوا على بالك من المباراه المباراه يزيدوا ان شاء الله بربي. هذه هي الله يجعل من المباراه المباراه يزيدوا، ماشي امام الصومال وتحبس الدعوه، لا من المباراه المباراه ان شاء الله بربي لعابه هذو وين يزيدوا الامام. يعني هكا لعابه لعابه في المستوى، لعابه جبونه والله لا ملاح، دراري صغار الله يبارك، يعني وين حاطين بوله يلعبوا بكتله واحده، يعني جهنم كتله واحده. لعابه ملاح لعابه ملاح لعابه ملاح، عندهم ديك باغيين يديروا حاجه سبحان الله. وماذا بينا حنا، ماذا بينا ماذا بينا يقدموا، ماذا بينا يروحوا سورتو لكوب دي موند، يروحوا يلعبوا كوب دي موند تاع ليجان مليحه هذه هي. يالله الله ينجحهم لعابه هذو، الله ينجحهم ان شاء الله، لعابه في المستوى الله يبارك، لعابه هذو في المستوى ان شاء الله يا ربي برك يخدموا برك هذا مكان، هذا مكان يخدموا برك يا ولدي. هذو شوبير ياضر العقوبه تاع ضد الترجي التونسي، يا ولدي عقوبه لازم لها تحقيقات، لازم لها مش زعاقه، لازم لها تحقيقات، لازم لها زعاقه يا ولدي. يا كلش باين قادرين بالخف يعاقبوهم، يخرجوا لهم قوانين بالخف، قاعدين بالخب يخرجوا لهم قوانين ولا لا بالخب، يعني بي صغيرة طاكس 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 قلب بصيك
وكان كون جات فينا كانوا غادي يخرجوا قوانين بالخط، بصح مي جات فيهم ما غاديش يخرجوا. هذه يا خويا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم صحيتو خاوتي.